اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية بعد التقرير سمعناه مع نجوم المستقبل. خلينا نقول ده مش اسم النادي اللي هو نجوم المستقبل، لا دول اللعيبه دي نفسها هتبقى نجوم في المستقبل، سواء مارادونا سواء عفيفي سواء محمد كمان اللي كانوا موجودين معانا في التقرير. كل اللعيبه دي بجد كانت بعد المباراه في شكل من الود والاحترافيه في التعامل مع المدير الفني، وبياكدوا على التعليمات بتاع المدير الفني. اصبح في قطاعات الناشئين والبراعم دلوقتي فعلا كره قدم وليس مهرجانات للترفيه للاولاد او للاعبين. ده كان لقاءاتنا بعد ديربي اللي كان موجود ما بين الاهلي والمقاولون. يمكن كان في تميز للاداء للنادي الاهلي، نأكد ان مفيش اي حالات فوز وهزيمه في هذه المباريات. ولكن خلينا بقى نروح لنجم الاحصائيات الموجود معايا او نجم الحصريات، ده دايما بيجيب لنا الاخبار الحصريه والكواليس الخاصه بكل المسابقات. النجم الخاص بهذا اليوم معايا الناقد الرياضي محمود درويش بموقع جريده فيتو. اهلا بك يا محمود. اهلا بيك يا استاذ فتح الله، وسعيد بتواجدي في قناه النيل الرياضه، اكبر قناه في مصر، قناه بتلقي الضوء على كل الالعاب والانديه، وانا سعيد بوجودي معاك النهارده ان شاء الله. انا سعداء دايما بيك بوجودك معانا وبتعاونك معانا باخبارك الحصريه اللي يمكن هنستعرض منها جزء كبير النهارده. محمود، دايما واحنا بنتكلم قبل اي حلقه بنحاول ان احنا ننسق مع بعض ونشوف الاخبار ايه ونجيب الكواليس ايه. فمحمود النهارده احنا جبناه معانا دايركت كده يكون لحضراتكم وحيلنا كل الحصريات النهارده. عايزين نختلف شويه النهارده، ندي نظره شويه على منطقه الجيزه الى حد ما لسه باديه مهرجاناتها ومباريات البراعم بتاعتها. عايزين نلقي الضوء على منطقه الجيزه، معانا ايه النهارده من منطقه الجيزه؟ منطقه الجيزه فيها مسابقات عديده جدا، فيها مستويات، مستوى الف ومستوى ب. وصلوا دلوقتي في ثلاث مسابقات للدور قبل للدور النهائي للتصفيات المؤهله لدور القطاعات. في مسابقه ال 99 ان شاء الله هيلتقي اف سي مصر مع الترسانه على المركزين الاول والثاني غدا الخميس الساعه 2:30 بملعب اف سي مصر. وفريق نجوم المستقبل هيلتقي مع البنك الاهلي على ملعب نجوم المستقبل على المركزين الثالث والرابع في نفس التوقيت. كانت الترسانه فاز على البنك الاهلي في الدور قبل النهائي، واف سي مصر فاز على نجوم المستقبل في الدور قبل النهائي ايضا. خطاب اتحاد الكره هيحدد عدد الفرق الصاعده من هؤلاء الاربعه، يعني هو بيتعمل ترتيب من اول للرابع. بمعنى ايه خطاب المنطقة؟ من اتحاد الكره. خطاب من اتحاد الكره اللي هو المعنى بالمسابقه دي، المعنى بمسابقه قطاع دور القطاعات. يعني دور القطاعات السنه دي بتتنظم على ثلاث مستويات، مستوى اولا مستوى المنطقه تصفيات المنطقه، ثم مستوى قطاع زي قطاع القاهره الكبرى مثلا، وبعد كده على مستوى قطاعات الجمهوريه. تمام. في مسابقه قطاعات 2001 النهارده بيتلعب، النهارده بعد قليل الساعه 2:30 هيتلعب الدور النهائي سيراميكا مع نجوم المستقبل في ملعب مانيا الشيحه على المركزين الاول والثاني. واف سي مصر معانا الجداول بتاعت ترتيب المسابقه دي صح؟ تبعت لنا الجداول بتاعت لا معانا دور الجمهوريه. تمام اوكي. لما دي مش ترتيب، دي فيها اول وثاني وثالث ورابع. تمام. الاف سي مصر هيلتقي مع الترسانه برضو النهارده الساعه 2:30 على المركزين الثالث والرابع. كان سيراميكا فاز على الترسانه في الدور قبل النهائي، ونجوم المستقبل فاز على اف سي مصر في نفس الدور ايضا. في مسابقه 97 الاعلاميين هيلاعب ان شاء الله الترسانه يوم الاحد المقبل. هل بس الاول فعلا النتائج دي هي الواقعيه بالنسبه للاداء الموجود؟ يعني ممكن في أداء